نعمل البوفتيك اللحمة بطريقة حلوة قوي، اللي بيها يقفش كده فيه وما يتفكش. احنا عملناه وبدرناه بالبقسماط والدقيق وركناه كده قيمة ساعة ولا حاجة عشان يتمسك ما يفكش منه بالطريقة دي اهو. ولا احلى ولا اروع، احلى بوفتيك لحمة. هنعمله بقى مع بعض ونشوف نقليه ونعمله مع بعض. شوفوا بقى عامل ازاي، فك ما فكش. هنسخن الزيت قوي 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 بالشكل ده، وبعد كده ايه نقلي احلى بوفتيك مع بعض. طبعا لما تبدريه وتركنيه، طبعا احنا تبلناه بالبصلايه وقطايه وملح وفلفل، ودلوقتي ايه رحنا عاملينه كده بالبقسماط او تعمليه بالدقيق براحتك، وهنشوفه مع بعض. ولا احلى ولا اروع، انا عملته بالبقسماط وهنشوف اهو بالشكل ده اهو. الزيت يسخن قوي، نعمل احلى بوفتيك مع بعض. هنقلي احلى بوفتيك. ايه يا زينة اهو، مش عارفه تجيبي، انا اجيب انا اهو. احلى بوفتيك باللحمه هنعملها ان شاء الله عليه، نقرمش اهو. احلى بوفتيك لحمه ولا احلى ولا اروع بالشكل ده، مفكش خالص. ليه؟ عشان عملناه مع طبعا اهو. القشره ما اتشالتش، القشره ما اتشالتش خالص عشان ركناه ساعه بالبقسماط كده او الدقيق، فمش هتتشال. ليه؟ علشان انت ايه الكفر اهو ما شاء الله عليه جامد. ليه؟ عشان ركناه ساعه. احلى بوفتيك لحمه روعه روعه روعه. هنطلعه بقى بالشكل ده ولا احلى ولا اروع، ناشف ما تفكش ما شاء الله اللهم بارك اهو. حاجه كده روعه، احلى بوفتيك. حلو جدا جدا. هنكمل بقى ونشوفه مع بعض ولا احلى ولا اروع. هنخلي بقى الليفه بالشكل ده مفكش خالص، بسم الله ما شاء الله عليه اهو. حاجه كده روعه اهو، تحفه. نكمله احلى كيس بالكيس روعه. خلص بالشكل ده، احلى وجبه روعه روعه روعه. احلى بفتيك، احلى شويه بفتيك روعه ولا احلى ولا اروع. احلى شويه بتنجان مخلل مسلوق من غير نقطه زيت روعه. احلى صينيه بطاطس تحفه 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 تحفه. بجد روعة.